اسمي علي محمد علي، والشغلانة دي ورثها عن أبويا، وبقالي حوالي أكتر من 45 سنة فيها. الشباب دلوقتي بيشتري الكتاب بتاع دلوقتي قليل أوي اللي بيشتري كتاب زمان، فاللي بيشتري كاتب زمان بيبقى عنده خلفية عنه، لأن كاتب زمان كان يعني ليه أسلوب حلو أوي. لا طبع الورق، كان الورق أحسن يعني، الأول كان أحسن من دلوقتي. الأسعار أغلى من الأول طبعا، أغلى بكتير. لا كان الأول نفرين ثلاثة معروفين يعني، زي إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، يعني كتاب معروفين ثلاثة أربعة، دلوقتي بقى كتير قوي. عندي أحمد خالد توفيق، حسن الجندي، أحمد مراد، يعني من كتر الأسامي فأنا مش مذكرهم كلهم. الرومانسي قليل جدا، قليل جدا، والبنات بتلاقي الرومانسي، ما تلاقيش شاب قليل جدا ما شاب يمسك كتاب رومانسي. تاريخ حاجات بسيطة، وزي رغد عاشور، في عندنا يعني ناس معينة اللي بتكتب في التاريخ وقليلين جدا. ريحة الكتاب القديم بتحس بيه، بيبقى ريحته حلوة، ريحة كتاب، ريحة ورق. انا بنفرح بالشباب اللي بتقرا، لان انا متربي في الشغلانه دي وانا كده، فافرح باي واحد بيقرا، ببقى عاوز اديله الكتاب حتى لو معهوش ثمنه. انا مقنن في كل حاجه، قانوني في كل حاجه، معايا ترخيص، المساحه بتاعتي ما بتعدهاش، كل حاجه قانوني، بدفع ايجاري بانتظام. انا كنت ايام المحافظ المحجوب جاء وضب المحطه هنا، وكنت على اول المحطه بره، فكنت على اول محطه قالوا لي عدلني عن ادولك دكان، دخلوني جوه، جم بعد المحجوب ما مشى راحوا واخدين مني الدكان، فانا كل اللي انا عاوزه ارجع مكاني بس، لا اكثر ولا اقل.